أكيد. كابتن سيد عبد الحفيظ، ماذا قال كابتن سيد عبد الحفيظ عن ميشيل؟ نشوفه نرجع. تحياتي ليك كابتن اسلام، وانت معاك ضيف عزيز على قلبي جدا، واحد من الناس اللي هي يمكن بقى لها 3 سنين في النادي الاهلي، لكن تحس ان هو متربي في النادي الاهلي رغم اختلاف اللغه واختلاف الجنسيه واختلاف الثقافه واختلاف بعض الطباع، لكن تحس ان هو واحد مولود في النادي الاهلي. بحييه وبشكره، يعني واحد من افراد عيله النادي الاهلي اللي كانت موجوده على مدار 3 سنين، يعني كمساند ومشجع ومؤازر وشغال في النادي الاهلي. يعني ممكن تكون ادواره في الفريق الاول خلصت دلوقتي، لكن ادواره مع النادي الاهلي لسه ممتده، يعني مع قطاع الناشئين ودور جديد، وان شاء الله الرحمن يكون قد دود. يعني ميشيل، انت واحد من الناس اللي سايبه علامه كبيره جدا في قلوبنا، في اذهاننا، من سلوكك، من شغلك، من تفانيك. بحييك وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله الرحمن، ومكان تنجح فيه وتفيد فيه النادي الاهلي. شكرا. واو كابتن سعيد. كابتن سعيد je l'aime beaucoup، بحبه جدا. même titre que سيمي. زي كابتن سعيد، زي كابتن سامي اوسام سبورتيف. il est toujours là. مدير الكوره. énormément le club. هو برضه بيحب النادي بشكل كبير. طبعا شيء يسعدني اشتغل. reconnaissance des gens. معرفتي بناس زي دول في النادي. ils ont vu beaucoup d'entraîneurs. اللي هم عاشوا مدربين كتير. que ce soit سيمي، que ce soit كابتن سامي او كابتن سعيد. كابتن سعيد directeur sportif. كابتن سعيد مدير الكوره. entendre cela ça fait تسمع عاشوا مدربين كتير ومع ذلك تسمع الشهاده دي فيا، حاجه زي كده تسعدني فعلا، تديني سعاده غامره.